هنا طنجة. مجلة أثيرية تعيش معكم تفاصيل الحياة اليومية على أثير إذاعة طنجة، الإذاعة الأقرب إليكم. نحب كل المستمعات على أمواج المملكة المغربية من طنجة، وهذه الفقرة اللي غادي نطلعوا فيها على الفنان الشعبي المتألق ديالنا جواد التبندي اللي معي داخل الاستوديو، اللي صدرت له مجموعة ديال الأغاني بمواضيع متعددة. تجربة غادي نخليه هو يحكي لنا عليها ونتعرفوا عليه عن قرب. مرحبا بك جواد، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك الأخت عزيزة، صباحك مبروك، وصباح مبروك المستمعين الكرام أينما كانوا، شكرا لك على الاستضافة. مرحبا وتبارك الله، كما كنقولوا في المعيد مواضيب، عندك الكلمة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم، إذن سي جواد، إلا بغينا نرجع شوية بك الوراء، فوقش بديتي الممارسة الغناء وكيفاش بدأت النقطة ديال الانطلاق ديالك في المجال الفني؟ مش غادي نقول لك أخت عزيزة، هي انطلاقة كانت من الصغر. وانا صغير كان عقل على راسي، يعني كنت مولع بالفن الشعبي، وبدينا كنتعلمو الالات البدائيه بحال ضربنا في الطار، وما نكذبوش هذه الحقيقه، صوبنا الطار وحنا صغار انا والاصدقاء ديالي، وكان واحد الصديق ديالي حتى هو صديق ديالي الانتي، يمكن صايبنا الطار ومره نضرب به انا مره يضرب به هو. والحقيقه اللي ما نقدروش نخبيوها، اللي كل فنان داز منها العازف الكمان بهذا اللون الشعبي. كتعزف على الكمان؟ كنعزف على الكمان وكنغني. نعم، وبديتي غير ما تلقيتيش شي تكوين اكاديمي ولا غير؟ لا، ما تلقينا لا تكوين اكاديمي لا والو، داكشي غير روحي. داكشي غير روحي. نعم. واش غادي نقول لك، دابا تقريبا غادي تكون عندنا في الدومين واحد 22 سنه، وماشي مسال 22 سنه. وعلاش بقيتي محصوره في الشعبي سي جواد تبدي؟ والاخت عزيزه هو اللي كيبان لي غنقدر نعطي فيه، وهو الاختصاص ديالي، ما غاديش نقدر نطفل على شي لون اخر اللي ما غاديش نعطي فيه. كنا من الصغر كنا مولعين بهذا اللون ديال الفن الشعبي والتراث الغرباوي، بحكم ان كنتميو لمنطقه الغرب، مدينه القنيطره. تبارك الله عليك. الله يبارك. اذا انت مقيم هنا بطنجه بطبيعه الحال؟ أنا حاليا مقيم بمدينه طنجه. نعم. وشكون اللي دعمك في البدايه، وشكون اللي عطاك المساعده باش توصل؟ ما كاينش دعم كاع اختي عزيزه، باش غير دعم على الاقل، دعم معنوي وشجاع. ما كاينش هذا هو، باش نكون معك صريح بزاف، لا معنوي ولا مادي، كل شيء كان من عندنا. يعني كتقاتل بوحدك وكتحاول، بعض المره يجيك الياس، تقول صافي انا هذا الشيء بزاف، انا خدمت، انا درت هذه، ولكن كتشوف راسك في الاول حنا كانت هوايه وصدقت هي مصدر الرزق ديالنا. نعم. يعني خصك تناضل. نعم. واخا كتميل شويه، خصك كيف ما تيقولوا نميلوا ما نطيحوش. الحمد لله. اذا هذه جعلتيها انها مصدر رزق ديالك، ماشي كهوايه. بديتي كهاوي، ولكن هي كانت هوايه، ولكن هي اللي صدقت مصدر رزق ديالنا. نعم. حاليا. اذا واجهتك في البدايه عراقيل وصعوبات؟ العراقيل مازال، العراقيل مازال مستمره. ما كاينش شي فنان يعني تيقول لك صافي انا دابا مزيان، انا مرتاح، يعني ما بقاتش عراقيل، ما يمكنش مادام كنت في الدومين، والا العراقيل كاينه. شنو كاين المنافسه؟ كاين ماشي كاين المنافسه، العراقيل اللي كاينه هو اللي خصك دابا مع هاد العولمه وهاد لا تكنولوجي، وما بقاش المنتج، ما بقاش، يعني خصك تنتج راسك، خصك تمشي تخسر فلوس من جيبك انت وتمشي تسجل، ومهم تنتج كل شيء راسك من مالك الخاص، وتعطي للمستمع. يا ربي يسمعك. يسمعك. نعم. يا ربي غير ضاع عليك وانت خاسر فلوس
وهذا الشيء كل شيء من مالك الخاص، ما كاين لا داعم لا لا لا. هو ضروري في البداية خص تضحية، خص ضروري 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 لابد من التضحية في أي مجال. إلا ما ضحيتيش وصبرتي ما دير والو. عليهم بالنسبة للكلمات اللي كتحطهم أكيد بديتي بالتقليد طبعا، ودابا ضروري غنينا ديال ديال الأساتذة اللي هما قبل منا اللي سمعنا لهم واستفدنا منهم، شيوخ كبار. ومن بعد يعني فاش بدينا نشتغلوا وبدينا نسجلوا أشرطة اللي ديالنا، كنحاول ندير شي حاجه اللي هي ديالي. كتحاول تبرز ذاتك، كنحاول حتى انا نفرض الوجود ديالي، وتعلمنا من 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 اغاني ديال الشيوخ اللي هما قبل منا. ومن بعد كنحاولوا نطوروا نفسنا حتى حنا ونديروا شي حاجه اللي هي ديالنا. شكون اللي مثلا القدوه ديالك والمثل ديالك؟ القدوه ديالي سعيد ولد الحوات واستاتي عبد العزيز اللي غنيين هادو على التعريف، هادو كنت كنتصنت ليهم وقراب لقلبي بزاف، ومصطفى بورغون هادو كنت كنتصنت ليهم بزاف، وشيوخ قدام كنت كنجبدهم. ندخل للانترنيت هكا نبحث داكشي بلو نوار، المهم كيعجبني كان سي جواد. شوقتينا الاغاني ديالك وهذا الستيل اللي كتمشي فيه الشعبي. مرحبا اختي عزيز، مرحبا مرحبا جميله. نعم كان عارفك مرا حرام، أصلك ذهب
أغنية جميلة استمعنا لها جميع. كنجدد بك التحية والترحاب سي جواد تبندي. شكرا لك أخت عزيزة. نعم هذه الأغنية تستاهلين بغيك. تستاهلين بغيك وندير لك الخاطر. ندير لك الخاطر. لمن كتبتيها؟ لمن ربما وجه؟ هي من كلماتي والألحان ديالي وش غادي نقول لك، كتبتها بالصدفة، ما هي موجهة حتى شي حد. هي واللي سمعها ربما تسقط عليه. أنا سمعتها مثلا على أي واحد. هي الأغنية كتشمل الحبيبة والزوجة والأم والأخت والوطن والوطن وكت فيها بزاف ديال، كتشمل بزاف ديال الشرائح. نعم ماشي غير شخص. نعم ماشي موجهة لشخص. وأي واحد سمعها غادي يكون عنده توا إحساس بأنها تجربة سقطت عليه. الحمد لله. نعم. لقات واحد صدى كبير، واحد نالت إعجاب ديال المستمع الحمد لله. مهم ربما ولو بمجهود فردي، المهم حققت واحد نسبة المشاهدة. يعني وكتحس بها ملي كتكون ناجحة، كتحس بواحد الارتياح وكتحس بواحد الفرحة. والحمد لله ما كاينش تقريبا، راه الالاف ديال لي كومونتير بعدا في وسائل التواصل الاجتماعي. قسما بالله ما عمرني شفت شي ولو شي كومونتير واحد اللي فيه شي كلمه نابيه او كل شيء عاجباه، كل شيء كتعجبه. كلمات نقيه، اغنيه عاطفيه، عجبات البنات، عجبات الرجال، عجبات الامهات، عجبات ما شاء الله. إذن ربما من أول أغاني ديالك ولا؟ لا عندي أغاني أخرى. شحال ريبرتوار ديالك فيه؟ ومن ضمنهم عندي واحد الأغنية اللي مازال يلاه يلاه كتبريبارا، هي عندكم إن شاء الله غادي تدوز في البرنامج يسمعوها الناس لأول مرة. مازال حصريا على إذاعتكم. حصريا نعم. مازال بالميكا. إذن أنت كتكتب غير في الجانب العاطفي، الجانب اش غادي نقول لك، ماشي كنكتب في الجانب العاطفي، وإنما أنا كنحاول كنكتب على حسب يعني الأغنية، كنحاول ما يقتضي تكون الموقف. إيجابية. تكون إيجابية. جميل. ما كنتجهش لما هو سلبي. كنحاول نكتب ما هو إيجابي، يعني اللي غادي يكتب على الخيانة أنا كمان نبغي نقول ليه العكس. يعني لا راه ماشي كل شيء، راه كاين بنات الناس أو كاين ولاد الناس. واللي غادي يكتب على يعني صاحبة ما بقاش ولا هاد، كنحاول ومن ضمنها عندي واحد الأغنية في طور الإنجاز على الصحبانيت، يعني كنحاول نقول ليه حتى انا راه الصحبه راه كاينه، راه ماشي ما كاينش، ماشي من عندنا. لحقاش اذا كاين الخير وكاين الشر. كاين الخير وكاين الشر. لو كان ما كاينش الخير وكاين الشر ما غاتكونش واحد المعادله بالفعل، ما غاديش تميز ما بينهم، ما تستمرش الحياه. بيديها كتميز الاشياء. احنا في الدنيا وخلق الله معنا الخايبه والزوينه. بالفعل. اذا كلها الحمد لله اغاني كلها ايجابيه، اللي غيسمع ليها غادي يرتاح. غادي نعم تبارك الله عليك. نعم اذا أغاني كثيرة، الريبرتوار ديالك حافل بالأغاني الحمد لله. إحنا عدبادين. نعم. مازال. نعم. مهما داك الشيء اللي درناه راه ما كنبقاو دائما عدبادين. نعم. إذا واش كتحس براسك أنك درتي واحد البصمة في أغانيك؟ عندك واحد اللي يسمع أغنية غادي يقول هذه ديال جواد تمنتي؟ واش غادي نقول لك، هي الأعمال ديالك هي اللي كتميزك من الناس، وهي والجمهور هو اللي كيحكم. ما عمرك عاد تقول أنت يا أنا درت بصمة أو أنا مزيان. والفنان اللي فنان راه دائما كيكون ما راضيش على نفسه بطبيعه الحال، ما وصلش لوالي. المثاليه راه ما كايناش. مهما درتي ما كتكونش راضي على النفس ديالك في 100%. ولكن ممكن يجي عندك المستمع مثلا المتلقي اللي كيسمع الاغنيه ديالك كيستحسنها، كتحس كتفرح. في هذه الحاله هنا ملي كيجي عندك شي واحد كيتلاقى بك مثلا، خويا جواد تبندي انا كنتبعك، رانا هادي او كيراسلك كيصيفط لك شي ميساج زوين، كتفرح، كتعرف راسك بان راك غادي في الطريق الصحيح. وإلا حسينا كيف ما جاوبتيش في السؤال ديالي، إلا حسينا عدد الاغاني ديالك شحال وصلت ديالك انت؟ ماشي عدد الاغاني ديالي اللي هي من كتابتي و دابا 22 سنه ديال الاعمال ديالي وكل شيء بمجهودي الفردي. يعني تقريبا واحد سته الاغاني. سته. نعم. ولكن ما كتحطهم انت كما كنقولوا كتنقيهم بيان سور، كتكون مقتنع بهم. وانا من كان اسيستي دائما على الكلام اللي يكون نقي.
ما تكونش اللي هو كلام خادش الحياة ولا الحمد لله. شحال من واحد هذا نبع ربما من الوسط من المحيط من التربية اللي توقع الإنسان. احنا فين نشأنا وتربينا على هذا الشيء، على هذه الأسس. يعني خصك كنحاول نعطي المستمع شي حاجه اللي غادي يسمع ليها هو ووالديه ووالداته والاسره بي... اه وما ي... ما يكونش ما يكونش يعني خايف منها. نعم. اذا نسبقوا شويه من الوقت نستمعوا الاغنيه المواليه ديالك. اكيد اغنيه الاولى ربما اللي سمعني هاد السهلي نبغيك تبغيني نبغيك ولا تبغيني هذيك صحيحه الاخت عزيزه السالي نبغيك. الله يبارك فيك. شكرا لك. ما يستاهلكش محيه انت يا من بالك ونساي حتى سميتو انا فين قلتها لك والله ما يصيب حالك ربي يعطي على قد نيتو.
يعرف عشرة عليك ما يكونوش بحالك امسحي دموعك لا تبكيش لا ديري في بالك واخا يعرف عشرة عليك ما يكونوش بحالك بنت العاصل وحنينة وفي الصمر ما كان بحالك مازال ربي يعوضك مازال غادي تسهالك عودة ليك سي جواد تبندير فنان شعبي استمعنا لهذه الأغنية جميلة ما يستاهلكش هذه يعطيتي هذه الأغنية الأخت عزيزة راه حصرية لأول مرة كتدوز عندكم هنا في من الجديد ديالك هذه من الجديد هذه مازال هذه عقصر مازال حطيتيها في يوتيوب ولا مازال حصرية دازت عندكم اليوم في الإذاعة إذا الأولى تبارك الله لقات إقبال كبير والحمد لله الثانية كلهم إيجابيات هذه ربما كتعطي الأمل الإنسان باش يستمر في الحياة باش ما يشوفش الأمور بسوداوية ضروري الحمد لله كاين أمل كاين ربما إقبال على الحياة كتعطي واحد ضروري كتعطي ذاك الإنسان اللي يعني فقد الامل كتعطيه واحد الامل وكتقول ليه بان راه مازال الحياه قدامك ومازال مستمره بغض النظر على جميع المشاكل او العرق اللي لقاتك في علاقه او بزاف كتشمل بزاف ديال الشرائح داخل الاسره ولا داخل المهم كما كانت المهم رساله كلها موجهة ضروري الفنان إلا ما كانش غادي يغني واحد الأغنية اللي فيها رسالة تفيد بها المجتمع ما كاينش بالفعل إن شاء الله هذه الأغنية تلقى إقبال كبير الأغنية الأولى اللي سمعتيها إذن طموحاتك ومشاعرك سي جواد تبانتي كيفاش كتشوف مثلا إذا عندك الجديد نسبة واش كاين شي طموح اخرى كاين شي اعمال اخرى كتلوح في الافق هذه من طبيعه الحال اخت عزيزه الا الانسان الا ما عندوش هدف في الحياه فنان او غير فنان راه ما لا حياه له طبيعه الحال عندي اهداف اخرى عندي اهداف كنبغي نشتغل وكنبغي نجتهد ولو ان داكشي صعيب كيطلب فيه مصاريف في تكاليف وكل شيء كنقوم به بوحدي يعني ما كاين لا سبونسور لا والو المهم كندير مجهودي الفردي وكنطلب من الله الكمال وصافي بالتوفيق سي تبندي اذا بالنسبه للمشاركه ديالك مثلا في المهرجانات في اللقاءات اختي عزيزه نقول لك هذا 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 جاتك شي عروض جاتك هذا هذا واحد الجانب اخر خصو حلقه بوحده يعني ما سبقش لي يعني شاركنا في مهرجانات ولو ان عندنا واحد البصمه صغيره يعني في المجال الفني كيعرفونا واحد شويه الناس ما نقولش انا مشهور راه ماشي مشهور يعني احنا عاد بادين كيعرفونا واحد شويه ديال الناس ولكن ما للاسف ولو كنا في مسقط الراس ديالنا بلادنا الام اللي احنا الحمد لله المغرب كله بلادنا الحمد لله يعني مسقط الراس بلادنا القنيطره اللي هي منها نشأنا وخدمنا بزاف وكعرفونا الناس الحمد لله ولو شويه ما سبقش يعني اتصلوا بنا كيجيو يعني الفنانه ماشي احنا ما لا اعتراض على اي فنان يجي من بلاصه اخرى ولكن كيخص المحليين اولا كيخص المحليين بعض المره هما الاولين تعطى لهم الاولويه ولو غير شخص ولاد البلاد ولاد البلاد ضروري باش كدير واحد الملحه نعم بالفعل ما سبقش لينا ما سبقش ليا ربما خصك انت تبحث على واش غادي نقول لك في المجر. يعني خصك تبحث والبحث اللي كندير انا هو كنحاول نخدم ونخرج الاعمال ديالي للوجود ويسمعوني الناس اللي سمعتوا وعجبتوا راه غادي يتصل بيا واللي هذا هو البحث ديالي اما انا ما وشنو رايك في الاغنيه الشعبيه الحاليه وانت تبارك الله خديتي على كما قلتي على الشيوخ على النجوم اللي سبقوك كيفاش كتشوف مثلا واش هذا دابا عصر ديال المنافسه ديال خاصنا حنا كنعيشوا في عصر العولمه واش غادي نقول لك الاخت عزيزه هي الاغنيه الشعبيه ما بقاتش كيف ما كانت
وما بقاش دابا كتستهلك الاغنيه الشعبيه اللي كتستهلك دابا يعني حاليا. كتشوف واحد الزخم ديال الاسماء دابا اللي كتستهلك حاليا هو داكشي القديم هو الرائج حاليا في السوق. يعني ما بقاش ابداع. يعني دابا الفنان باش 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 يمشي يشري اغنيه مكلفه عاد خصو يمشي للاستوديو، استوديو مكلف، عاد خصو يجيب اللي غادي ارونجي ليه، الا ما كانش غادي ارونجي ليه خصو يجيب الالات اصحاب الايقاع اللي غادي. يعني كل واحد كل شخص جا عندك خصك تخلصو. يعني داكشي مكلف. وحتى لي ستار دابا كنشوفو كيخدمو بداكشي ديالهم القديم، ما يمكنش الاول يبقى يخسر من جيبو. ما عدا شي واحد اللي عاد بادي في حالي انا راه كيتقاتل المسكين. وبالتوفيق سي جواد. شنو الرساله اللي تقدم للساده المستمعين وكذلك الفنانين الاصدقاء ديالك يستمعوا لينا من هذا المنبر اثير اذاعه طنجه؟ وكنتمنى ان شاء الله يوفق كل واحد نوى الخير، وكنتمنى نكونوا كنا خفاف ظل على قلوب المستمعين اينما حلوا ارتحلوا. وكنشكرك الاخت عزيزه انت بالاخص على هذه الاستضافه وبقلبك الكبير، وكنشكروا جنود الخفاء الاستاذ سميتو الاستاذ المدني، وكنشكروا كل من كيستمع لينا هذا الصباح وكنقولوا له صباحك مبروك. وخاصه حنا فتحنا بهذا الاغنيه بهذا الفن الجميل الشعبي اللي ما كنقدروش نستغناو عليه في جميع المناسبات في جميع الجلسات الحميميه وكذلك العائليه. المغاربه يعني الشعبي الاغنيه الشعبيه راه ضروري، هذه ثقافه ديالنا ثقافتنا يعني هذا ثقافتنا يعني ماشي احسن. نعم. اذا من هذا المنبر كنتمنى لك مسيره فنية موفق إن شاء الله، ونشوفك نجم متألق إن شاء الله، وترجع لنا الإذاعة إن شاء الله مرة أخرى ولقاءات أخرى. هذه بقات واحد البصمة في, في, في الحياة ديالي الفنية، يعني لأول مرة غادي ندوز في شي منبر إعلامي إذاعة طنجة، وتكون فاتحة خير عليك وعلى نجمع الفنان إن شاء الله. تحياتي نهار مبروك سي جواد تبندي الفنان الشعبي المتألق، تحياتي. شكرا لك. بغيتي الفراق وطلبتي الطلاق، انت اللي بغيتي الفراق وطلبتي الطلاق، ما بي انا غير ولادي شكون يكون معاهم، ما بي انا غير ولادي يقولوا فين باهم. ويلي 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 الفراق وطلبتي الطلاق، ما بي انا غير ولادي شكون يكون معاهم، ما بي انا غير ولادي ويقولوا فين باهم. We'll be right back.
بياش الوين فيا بيا فراق ولادي لا جات غير عليك انتيا سيري بعدي ما بياش الوين فيا بيا فراق ولادي لا جات غير عليك انتيا سيري بعدي سيري 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 جات غير عليك انتيا سيري بعدي ما بياش الولفية بيا فراق ولادي لا جات غير عليك انتيا سيري بعدي سيري 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 وعمرتي راسك بالخاوي كلام الناس تبعتيه ما فكرتي لولادك وبيتك هدمتيه عار الله هدمتيه ما فكرتي لولادك بيتك دمتي عمرتي راسك بالخاوي كلام الناس